طيب اذا تصريح امبارح من معالي وزير التربية والتعليم بتحدث انه التعليم الفصل الجاي راح يكون ان شاء الله بالمدرسة. بعدين برجع معالي الوزير وبقول انا تصريحي اخذ من سياقه الصحيح خرج من سياقه الصحيح، انا مش هيك قصدي. وكثير الناس حكوا في الموضوع، لا قصدي، لا مش قصدي، لا في تعليم، لا ما في تعليم. والناس بلشت تحلل والناس بلشت تعطي والناس بلشت تسأل انه الفصل القادم في قرار واضح، هل سيكون التعليم بالمدرسة، هل سيكون التعليم اونلاين ولا لسه ما في قرار واضح. خلونا نسأل أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية عطوفة الدكتور نواف العجار ما الذي ينضم إلينا. دكتور نواف صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. الله يعطيكم العافية دكتور. دكتور السؤال بوضوح حول تصريحات معالي وزير التربية والتعليم عن الدوام بالفصل القادم، هل هناك قرار واضح لغاية اللحظة إذا كان التعليم بالفصل القادم سيكون في المدرسة أم أونلاين ولا لسه؟ صباح. صباح الورد دكتور. أنا بأكد إنه ما في قرار واضح لأنه ما في رؤية واضحة للوضع الوبائي، وبالتالي يعني حتى علماء الصحة وإحنا بنستمع لهم يعني ونشوف التقارير على مستوى العالم ما في يعني رؤية واضحة لبعد شهرين ثلاثة شو ممكن يكون. فإحنا بنأكد مرة أخرى على أن التعليم الوجاهي سيعود فورا في حال عودة الأمور الصحية إلى نصابها، وأن لا يكون هناك ضرر على أبنائنا الطلبة وأيضاً زملائنا المعلمين. طب دكتور عندكم قياس معين ما هو نصابها؟ يعني إذا صار كم إصابة في اليوم هيك نقدر نقول نطمئنينا ونرجع للمدارس؟ هذا يعني بصراحة ما يوجه السؤال للتعليم. يعني هذا التقييم يرجع لوزارة الصحة للجنة الأوبئة، هم اللي هي اللي بتنسب وبتعزلكم أنتم بناء عليه. كويس بالضبط. لكن أنا بعتقد أن الأرقام الآن يعني إن شاء الله أنها تنحدث. الأرقام نشوفها عالية، والحكومة أيضا اتخذت قرار سابقا أن الفصل الأول يعني سيكون تعليم عن بعد. الفصل الثاني أنا بعتقد القرار من المبكر أن نتكلم عليه. نتمنى أن نعود بأقرب فرصة وبأسرع فرصة، لكن ليس هناك يعني قرار واضح لغاية اللحظة في هاي المسألة، لأن الأمور أيضا غير واضحة. كل الاحترام، هيك الجواب صح. كل الاحترام دكتور نواف العجار مع عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، شكرا جزيلا. إذا إخواني أخواتي ما في قرار واضح، إذا الأمور رجعت صحيا كويسة هينا دوامنا، الأمور استمرت على ما هي عليه التعليم أونلاين. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج أحلى إذاعة.